بعد مرور عام على طلب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مغادرة برشلونة، أصبح قائد البلوغرانا يشعر بالرضا ويتطلع لتوقيع عقد جديد مع النادي بعد انتهاء عقده رسميا نهاية الشهر الماضي. ورغم تأكيد الصحافة الإسبانية ومنها صحيفة ماركا على الاتفاق بين برشلونة وميسي على العقد الجديد، فإن ماركا طرحت سؤالا وأجابت عنه وهو: لماذا لم يصدر إعلان رسمي عن العقد الجديد؟ وما الذي لا يزال يتعين حله حتى يتم توقيع الصفقة وإعلانها؟ وقبل الإجابة عن هذا السؤال، هذا الفيديو برعاية ون إكسبت. يلتقي النادي الأهلي المصري نادي كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، وذلك يوم غد السبت. مباراة منتظرة بلا شك لجميع عشاق كرة القدم في العالم العربي وفي القارة السمراء، فالأهلي هو صاحب الشعبية الأكبر بلا شك من المحيط للخليج ومن البحر للمحيط. عشاق القلعة الحمراء بدأوا في التجهيز للاحتفال بالعاشرة للأهلي، لكن نادي كايزر تشيفز لن يكون لقمة سهلة. لهذا شارك توقعك لنتيجة المباراة مع شركة ون إكسبت واستفد من رصيد قدره $130 بعد أول إيداع لك. فقط قم بالتسجيل وأرفق الكود الترويجي الموجود في أول تعليق أسفل هذا الفيديو مباشرة. صحيفة ماركا الإسبانية قالت إن العقد الجديد الذي أطلقت عليه عنوان أسرار عقد ميسي مدته 5 سنوات، أي حتى عام 2026، وقد يلعب فيها الموسمين القادمين فقط لبرشلونة، وبعدها سينتقل إلى الدوري الأمريكي كسفير للنادي الكاتالوني، وهو ما سيمكن النادي من توزيع أموال عقد ميسي على مدى 5 سنوات بدلا من 2. وأضافت أن راتب ميسي الضخم في عقده الأخير والذي بلغ أكثر من 500 مليار يورو وجعله الأكثر ربحا في تاريخ الرياضات الاحترافية كلها لن يتكرر لأسباب عديدة، منها الأزمة المالية التي تعصف ببرشلونة بسبب جائحة كورونا. لذلك سيتم تخفيض الراتب الخيالي بنسبة النصف، وسيكون هذا بمثابة مساعدة كبيرة للنادي الكاتالوني، ليس فقط لأنه يجعل عقد ميسي أكثر قابلية للتطبيق، ولكن حتى لا يخالف الضوابط الاقتصادية لرابطة الدوري الإسباني التي أعلن رئيسها الأسبوع الماضي أنه لن يتساهل في عقد ميسي. الصحيفة أكدت أن عدم الإعلان الرسمي عن العقد الجديد له عدة أسباب، منها ضرورة توافقه المالي مع العقود الأخرى التي أبرمها النادي مع سيرخيو أغويرو وممفيس ديباي وإيريك غارسيا، والذي يتطلب الاستغناء عن مجموعة من اللاعبين مثل ترينكاو وجونيور فيربو وكوراد دي لافوينتي وخوان كلير توديبو وكارلس ألينيا لتوفير الأموال اللازمة للصفقة. ولكن هذا يشبه وضع البنسات في حصالة نقود ليصبح كافيا للادخار لسيارة فيراري. لذلك يجب أيضا لإفساح المساحة اللازمة لراتب ميسي مغادرة أحد النجوم الكبار بالفريق، واللاعبون الأكثر ترجيحا للرحيل هم فيليبي كوتينيو أو عثمان ديمبلي أو أنطوان غريزمان، مع ربط الأخير بصفقة مبادلة للعودة إلى أتلتيكو مدريد بدلا من ساول الذي سيتعين على برشلونة إيجاد طريقة لتسجيله أيضا. في المقابل يريد رعاة فريق برشلونة إتمام صفقة ميسي في أسرع وقت ممكن، خاصة أن العديد من العقود مع رعاة الأندية الرئيسية تنتهي في عام 2021، لأن الحقيقة التي يدركها الجميع أن عقود الرعاية دون ميسي ستتأثر سلبيا بشكل كبير، إضافة إلى تأثر الفريق بغياب ميسي من الناحية الفنية.